أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنقوم باستعراض أهم الموضوعات والمحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الأسبوع الأول من هذا الفصل. دعونا نبدأ. بداية كما يظهر أمامك على الشاشة، عنوان درسنا هو جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم. يتوقع منك عزيز الطالب أن تحقق الأهداف الآتية: بيان أبرز جهود الصحابة والتابعين في خدمة القرآن الكريم، توضيح أهم الجهود المعاصرة في خدمة القرآن الكريم، تقدير ما بذله العلماء من جهود في خدمة القرآن الكريم. هذه هي من أهم الأمور التي تساعدك في جمع أفكارك الخارطة المفاهيمية، والتي من خلالها تستطيع أن تختبر نفسك هل استطعت أن تلم بكل هذه المواضيع؟ جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم. المرحلة الأولى كتابة القرآن الكريم. المرحلة الثانية جمع القرآن الكريم ونسخه. المرحلة الثالثة حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشره. المرحلة الرابعة ضبط المصحف الشريف. وما زلنا نحن في خدمة القرآن الكريم في العصر الحديث. كتابة القرآن الكريم. بالطبع عزيزي الطالب، تمت كتابة القرآن الكريم كاملاً بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة كتاب الوحي. من هم كتاب الوحي؟ هم مجموعة من الصحابة الماهرين بالكتابة. الرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم لهذه المهمة الجليلة، فكان كلما نزل عليه شيء من القرآن الكريم دعا بعضهم ليكتبوه في موضعه من القرآن. ومن هؤلاء الصحابة الكرام زيد بن ثابت، أبي بن كعب رضي الله عنهم، وبالطبع عزيز الطالب، وقد حفظ هؤلاء الصحابة الكرام آيات القرآن الكريم غيبا في صدورهم وكتابة على السطور. كما يظهر أمامكم على الشاشة، هذه هي المرحلة الثانية، جمع القرآن الكريم ونسخه. جمع في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث أمر بجمعه باقتراح من سيدنا عمر بن الخطاب. وبعد وفاته حفظ عند سيدنا عمر رضي الله عنه، ومن ثم عند أم المؤمنين السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. في عهد سيدنا عثمان بن عفان نسخ هذا المصحف عدة نسخ، وتم إرسالها إلى الشام والبصرة واليمن ومصر ومكة، وبقيت نسخة في المدينة. وبالطبع هذه النسخ المتعددة تسببت في اختلاف بالقراءة، فأشار سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على الخليفة بنسخ المصحف الشريف بطريقة تسهل على الناس قراءته لاختلاف لهجاتهم. بعد ذلك سيعرض الدرس كيف حفظ القرآن الكريم، وكيف تعلمه الناس، وكيف نشر، حيث منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على حفظ القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه. أصبح لدينا الكثير من حفظة القرآن الكريم، كان الرسول يرسلهم لقبائل مختلفة لتلاوة القرآن وأحكامه. استمر هذا الأمر بعد وفاة الرسول. أيضا عندما نسخ القرآن الكريم في عهد سيدنا عثمان، أرسل مع كل نسخة معلم متقن لتعليم الناس وفق تعلمه. الصحابة رضي الله عنهم التعلم الذي تعلموه من سيدنا محمد، فأخذوا يعلمون الناس القرآن الكريم ويحفظونهم إياه.
وبالطبع تفرغ الكثير من علماء الصحابة الكرام والتابعين ومن جاء بعدهم لتعليم الناس تلاوة القرآن، وعرفوا هؤلاء بالقراء. سنتطرق أيضا إلى ضبط المصحف الشريف. نحن نعلم أن المصحف نسخ في عهد سيدنا عثمان بن عفان بنسخ خالية من التمقيط وعلامات الإعراب، لأن الطريقة التي كان العرب يكتبون بها في ذلك الوقت أنهم كانوا قادرين على الكتابة والقراءة دون الحاجة إلى التمقيط وعلامات الإعراب. ولكن عندما دخل غير العرب في الإسلام صعب عليهم قراءة القرآن الكريم، ووقع الكثير منهم في أخطاء في قراءته. في زمن سيدنا علي رضي الله عنه قام أبو الأسود الدؤلي بضبط المصحف الشريف ووضع علامات تدل على حركات الإعراب حفاظا على القرآن الكريم من التبديل والتحريف. وبالطبع فهنا نقط الحروف المتشابهة لتمييزها عن بعضها البعض، الباء والتاء والثاء والحاء والجيم والخاء والراء والزاي والسين والشين. ثم تتابع هذا الاهتمام بالقرآن الكريم في العصور اللاحقة حفظا وتفسيرا وتلاوة وتعلما وتعليما وبيانا لأحكامه وعلومه. العصر الحديث وما نراه اليوم من خدمة للقرآن الكريم في أمور عدة: طباعة القرآن الكريم، أنشئت المؤسسات الأهلية والرسمية التي تعنى بذلك، فطبعت بالأكيد نسخا من المصحف الشريف بأعداد كبيرة تم توزيعها في البلاد. ولا ننسى أن القرآن الكريم أيضا ترجمت معانيه بمختلف اللغات، وذلك عزيز الطالب بهدف إيصاله إلى الناس كافة ونشر الدعوة الإسلامية. هذا هو عرض سريع لدرس هذا الأسبوع. بالطبع سنقوم بالانتقال إلى أسئلة الدرس للتأكد من فهمها. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.